السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة لوبا تكنو. كنتمنى انكم تابونوا وتلايكيو الفيديو وتبارطاجيو مع خوتكم باش تعمل فائدة. اليوم ان شاء الله غادي نوريكم واحد الطريقة باش تجاوبوا الميساج اللي كيجيوكم على ايباي من الكليان، يعني كيسولك شي سؤال على منتوج او شي حاجة. المهم غنوريكم واحد الطريقة سهلة استعملتها انا اول مرة ملي طحت في هذا المشكل ديال لي كيستيون او لي كويستشن ديال الباير في ايباي، يعني كيبغي يشري عندك شي واحد شي منتوج ضروري انه يسولك على المنتوج كيفاش داير وكذا، يعني انت ما كتعرفش هذوك لي ديتاي على المنتوج تقريبا بحال اللي صانعو او اللي كيبيع منه بزاف، يعني هو كيتوشي هذيك السلعه انت راه غير كتشوفها في لي زيماج زائد ديسكريبشن. المهم حنا كيجينا سؤال كيجينا في هاد البلاصه هذه اللي كتجينا فيها المبيعة، يعني كيطلع عندك ميساج هنايا كيسولك المشتري على لي ديتاي ديال هذاك المنتوج. انت كتهز هذاك السؤال اللي سولك المشتري كتدي لهذاك اللي كدير من عنده الدروب شيبين من امازون ولا من علي اكسبريس ولا من اي سيت كدير منه الدروب شيبين، وكتمشي لايباي كتشوف عاوتاني السلعه الا كان حاطينها شي جوج الناس اولا ثلاثه اولا كنت انت منافس ديالهم، كتصيفط لهم هذاك السؤال وهما كيجاوبوك بطريقه احترافيه، يعني كتكسب بها هذاك المشتري اللي جا للستور ديالك اولا الكونت ديالك ايباي، يعني الا سولك سؤال وجاوبتيه بالجواب اللي باغي هو كيزعم انه يشري من عندك، يقول هذا الانسان هذا راه عارف شنو كيدير وعنده السلعه وعنده يعني بزاف ديال المميزات الا كان الجواب زوين ومتقون. الأغلبية ديال الأجوبة اللي كيجيو من هاد الناس اللي كنسولوهم حنا، يعني حطنا منتوج تقريبا حط منتوج بحال هذا، المهم ناخدو شي منتوج من هنايا المهم كيما غيكون المنتوج، يعني كندير انا الدروب شيبين لهاد المهم حاولوا انكم تيفيتيو هاد الشيء ديال لي كريم وهاد الشيء كي تيكون شويه يعني ريسكي. المهم ندخلوا حنا لشي فين غندخلوا، المهم كتبوا شي حاجه هنايا نديرو بابلوود المهم انت كتدخل لايباي كتكون حاط انت شي منتوج، يعني كتلقى ثلاثه ولا جوج الناس على الاقل هما حاطين نفس المنتوج بحال هنايا كما كتشوف انت نفس الطابله وشي هذا حاطه هادشي بزاف هادشي. المهم طابله نفس الطابله تقريبا، يعني جاك سؤال هنايا كنتي حاطه الطابله هذه وجاك سؤال كتمشي لهذا نيت وهذا وهذا كتعطيهم نفس السؤال كتصيفطو ليهم كتدخل لهنايا كتجي لهنايا كونتاكت سيلر المهم انا ما دخلش للكونت ديالي، المهم نتوما غتعطيك واحد لاكاز كتدخل فيها داك السؤال اللي عطاك انت اللي يشري عندك او اللي باغي يشري عندك، حيت الاسئله يقدروا يجيوك قبل انك تبيع او اللي كيجيو من بعد انك بعت تقع كتبيع وكيعاود يسولك. المهم ديما اسئله ديال المشتري خص الاجوبه ديالهم يكونوا مزيانين باش تكسبهم ويبقى يشري عندك ديما، وهذه هي الطريقه بانه تصيفط لي ميساج احترافي. وكنتمنى لكم التوفيق، ما تنساوش تابوناو وتلايكوا الفيديو. بالسلامه عليكم.